بعد حكومتنا الانفتاحية. الحكومة وزراء مشهورة بالطبيعية سبب بلاءنا وداء في جسم مصر الغالية متعينة من فوق ببصمة دكتاتورية. نهى من بيوت المال خلى البلد ذكية وشرب مليارات من مال أمتنا هي تعايش في التعامة الاقتصاد والعزة الوطنية وخصخص الشركات ونبوظهم الحزبية وشوكع البشوات بلطجية وحرامية. أقول إيه تاني أكتر من كده يا رب ربنا يفخرها بتوفيقي. فلاحة فند سعيد بيرقع الجنبية. هطير ياخد مليون ببصمه انفتاحيه بصمجي والله العظيم. هطير ياخد مليون ببصمه انفتاحيه وملايين ياهوه بتموت من الجوع ومتعريه مش لاقيه حتى البيت ولا هطمه تحت الدنيا. وناس يا عيني عليها لسه وناس يا عيني عليها بتصحى في الفجريه وتشعى طول اليوم بشلة الحرامية تفطر بفول وتنام على بطن أرفع منها. ظلم ليه يا حبيبي؟ وهناك بتتغلبي بالشمال والبحر